نخليه سامبل لي مونش اللي بغيت نزيد معاهم لو تكوك. عندي هذا الطرف واش غادي يكفيني؟ ونشوف ان شاء الله غادي يكفي. انا هنا كنقول للاخوات اللي تيقول لك عمل لي الصوره، راه كي قلت لكم دابا نتوما كتشوفوا بعينيكم ما يعني داكشي اللي عطا الله راني خدام به وفي غياب نجي، يعني حتى الا ما كفانيش راه غادي نقول لكم ما كفانيش خصني نزيد الثوم. غنقطع نفس الدوره ديال الفوق وغادي نقطع هاد لي موش ناقصين على هادو جوج سنتيم أو ثلاثة سنتيم. فوالا باش نوريكم التلاموش كيفاش غادي يكونو. غادي نغلف واحد يعني هادو راه جوج ديال الطراف. هاد الشكل اللي غادي نعطي ولا شو لامونش ديالي، غادي نقرب هذا الشبان لا شوميز راهي كنبينها لكم. بقات لي السجفة ديال الخلف أولا إلا بغيت ندير قطعة في الخلف. المهم هنا غادي نخلي لكم اختيارات، أنا غادي ندير هي السجفة ديال الخلف هي من الأبيض، و إلا بغيتو ديرو شي قطعة للظهر راه ممكن. نديرو هذا في الشبكة، هاهي باقي الشريط عندي. دونك هنا الجهة مسدودة، غادي نقادها على ما عاطيني التوبة للناس. دونك هنا التوب تيحكمني، مابقيش أنا كنتفنن، يعني غنطلب 14 ولا 16 في الطول، غنكتفي بهاد 10 سنتيم اللي عطاني التوب. لأنني مجبر. طيب نحاول نعطي واحد الشوفة ديال الخارج ونتعلم لكم ونتمنى تصور قدامكم الخياطة. البنات شنو غندير لكم؟ تيسر لي نخيط ونصور. مرحبا بكل فرح. ما تيسرش ليا راني ما كرهتش، يعني على حسب الوقت وعلى حسب الالتزامات انا غنحاول. دونك هاد الأمام، غنعطي شي بون نصائح أو تقنيات باش نعاونكم. دونك غادي تخيطو السجفة ديال الأمام من الداخل باش تقلبوها على الوجه، يعني خيطو من الداخل باش تقلبوها على الوجه. فيكسيو هاد لابارتي هادي، يعني هاد لابارتي تفيكسها ما حد ما شنفتي غادي تفيكسيها. بغيتي تخيطي نيت على هاد لابوند ممكن تخيطي عليها، وهادي غتعطي كاكسيسوار بالنسبة لهاد الشبيكة هادي تاهي غتعطي واحد المنظر مزيان. غادي نخيطو السجفة ديال الخلف تاهي بنفس الطريقة،
نخيطوهم في البوها الوجه. لقينا الكتاف نركبو الخماس. انا غنعطيكم دابا غير صوره اللي نقدر نقدر يعني ماشي دونك ها الخفه هو غادي تعطي فيها لو تخيك. الامام ها هو الكمام ها هما. انا رسم لي النص يعني غادي نحط لكم هنا النص هنا اللي غادي نبين وتاخذوا فكره مصغره على الموديل ديالكم ونشوف الصوره واش موضحه وبالصحه وراحه. الكاب الاولى اللي خدمنا غادي نشوف التنقيس عليها، غادي نشوف الطول على حسب كي غادي يبان مع السروال. انا درت 136 وزدت عليها 4 ولكن خليت لانه يعني نقدر نقادو ليها طويل يعني حتى على حد لا شوفي، نقدر نقص شي شويه على حسب نوعيه السروال. ونتمنى نكون عطيتكم ثاني موديل اللي يقدر يفيدكم. والسلام عليكم ورحمه الله. لقيتوا هذه الفيديوهات كتستحق النشر والمشاركه، الله يسخر، لقيتوا ما تستحقوش. السلام عليكم ومعذره.